طيب هنبدأ إن شاء الله نكمل إيه؟ نكمل الكورس بتاعنا. هنتكلم دلوقتي على البوت سيكونس بقى. تعال بقى نبدأ نتكلم في الجد بقى، تمام؟ إيه موضوع البوت سيكونس ده بقى؟ أقول إيه اللي بيحصل لما تبوت المكنة بتاعتك؟ بمناسبة كلمة بوت دي ليها معنى اتنين. بوت دي يا إما اللي هي يعني الكوتشي ولا الجزمة اللي بتلبسها، أو بوت يعني بتبدأ المكنة، خلاص؟ فاللي أقصده هنا في المعنى تحديدا هو لما بتبدأ المكنة، تمام كده؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى لما بتبدأ المكنة بتاعتك؟ ها والله احنا ممكن نقسم المراحل اللي المكنة بتاعتك بتبدأ فيها. ها ممكن تقسمها لمرحلتين. المرحلة الأولانية اللي هي قبل ما الأوبريتنج سيستم بيبدأ يلود، خلاص؟ والمرحلة التانية هي فيما بعد ما الأوبريتنج سيستم بيبدأ يلود، ماشي؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. كل مرحلة ليها أكتر من خطوة بتتم، كل مرحلة ليها أكتر من خطوة بتتم، ماشي؟ فأول من أول حاجات اللي بتحصل أول ما بتضغط كده، يعني المكان عندك زرار الباور بتاعها موجود، أو السيرفر بتاعك زرار الباور بتاعه موجود، اول ما بتضغط على زرار الباور بتاع المكنه بتاعتك ايه اللي بيحصل؟ ها اول ما بتضغط على زرار المكنه بتاعتك ايه اللي بيحصل؟ اوتوماتيك الباور، دايره الباور بتشتغل. اول ما دايره الباور بتشتغل البايوس بتاعك، البايوس بتاع المكنه، البايوس ده باختصار اكيد كلكم عارفين ان هو اختصار لبيزك انبوت اوت بوت سيستم، ومسؤوليته ان هو يديتكت الهاردوير بتاعك ويعمل الكلام ده كله. بس البايوس اول حاجه بيعملها بيبدا يعمل حاجه اسمها بوست. البوست ده اختصار لباور اون سيلف تيست. يعني ايه بقى؟ يعني ايه البوست دي؟ اول حاجه بتحصل البايوس بيروح يتشيك ويشوف المكنه بتاعتك هل الهاردوير اللي فيها تمام ولا في مشكله. لو تمام طب عدي للمرحله اللي بعد كده، لو في مشكله هيوقف ويقول لك في مشكله في المكنه دي. يعني مثلا المكنه بتاعتك ما فيش فيها بروسيسور وجد خط الباور، ايه اللي هيحصل؟ طب ما فيش رامات، طب الرامات اللي موجوده عندك مش كومباتبل مع المذر بورد دي، تمام كده؟ هيطلع لك. وبالمناسبه لو حد فيكم اشتغل هاردوير قبل كده فتره يعني، او حتى مع المكن بتاعه الديسكتوب العادي، لبلاش اللابتوبس لان مشاكل اللابتوب بتبقى قليله الى حد ما مقارنه بالديسكتوب. لو بصيت كده على الديسكتوب حتى كنت بتلاقي كده الجهاز بيبدا يزمر لك في الاول، وبيبدا كده وكانت كل زماره كده كنت بتلاقي لها ليها معنى، يعني مش عارف زمارتين متقطعتين كان ليهم معنى مش عارف ايه، 8 زمارات كان مش عارف ليهم معنى مش عارف ايه، فكان بينبهك يقول لك ان في مشكله في الهاردوير دول، تمام كده؟ بالمناسبه البايوس لما بيجي يعمل تيست مش بيتست كل حاجه موجوده في الدنيا، يعني مش اي حاجه كونكتد بالمكنه بتاعتك لازم تكون موجوده. يعني ايه؟ بكل بساطه بيتست المينيمم هاردوير عشان يشغل المكنه بتاعتك دي. يعني مكنه مثلا مش واصل فيها برينتر، هل هيفيل ويقول لك في مشكله؟ طب مكنه مش واصل فيها ماوس، هل هيفيل ويقول لك في مشكله في المكنه دي؟ انما واحد بيهرج بقى وجايب لي مكنه مش مركب لي البروسيسور بتاعها ولا البروسيسور محروق، هيطلع يديك على وشك بالقلم ويقول لك لا استنى عندك، خلاص كده؟ يبقى خليك فاكر دايما ان عمليه البوست دي ها بيتست الهاردوير اللي ما ينفعش يشتغل من غيره. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ يبقى لحد دلوقتي في اي مشاكل؟ طيب حلو قوي. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الراجل عمل البايوس عمل تيست للهاردوير، لقى كل حاجه تمام، الدنيا زي الفل، مفيش اي مشاكل، هيروح معدي بعد كده للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها اللي بيتم فيها ان البايوس بتاعك هيكمل ويبدا يعمل ايه؟
find portable devices وبيعمل كومبير الكلام ده بالسيتنج. السيتنج اللي موجود عنده يعني ايه بقى؟ بص بكل بساطة، بكل بساطة الجهاز بتاعك دلوقتي عمل انيشاليز مظبوط، لقى عمل البوست، لقى الهاردوير مظبوط، هيبدأ بقى يبص عنده على ايه البوتابل ديفايسز اللي موجودة عندك. وليكن عندك اسطوانة موجودة في الجهاز ممكن تبوت منها، ممكن تبوت من النتورك، عندك اوبريتنج سيستم انستولد على الديسك بتاعك، عندك فلوبي ممكن تبوت منه، عندك فلاشة عليها اوبريتنج سيستم ممكن تبوت منها. فهيبدأ يديتكت البوتابل ديفايسز اللي موجودة عندك خلاص، وبعد ما يعمل لها ديتكت هيروح يكمبير الكلام ده بالسيتنجز بتاعتك خلاص. طب السيتنجز دي محفوظة فين؟ السيتنجز دي هتبقى محفوظة عندك على المذر بورد نفسها، وهتبقى بتقول له ان الفيرست بوت ديفايس مثلا هي الاسطوانة، السكند بوت ديفايس هو الديسك، الثيرد بوت ديفايس هي النتورك. فهيروح الاول ها يا عم انا لقيت ان الفيرست بوت ديفايس بوتابل ولا لا. لو كانت الفيرست بوت ديفايس بتاعته كونفيجرد ان هي السي دي روم مثلا او الدي في دي روم، هيروح يديتكت الكلام ده، ها هي دي في دي روم انت بوتابل ولا لا. لو لقاها بوتابل هيبدا يبوت منها. طب لو ما لقاهاش بوتابل هيروح يشوف السيتنج بتاعته. السيتنج كانت بتقول له ان تاني بوتابل ديفايس هي الديسك، ها يا ديسك انت بوتابل ولا لا. لو يقدر يبوت منه هيكمل، طب لو مش هيقدر يبوت ها هتخطى المرحلة دي وروح للسيتنج بتاعته. ايه الثيرد بوت ديفايس او البوت ديفايس التالتة برضو، هل هي بوتابل ولا لا؟ وليكن كانت النتورك، ها ممكن ابوت من النتورك خير وبركة، مفيش خلاص. طب افرض بقى عدى كله 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 وفي الاخر ملقاش اي حاجة بوتابل، هيفيل عندك كده ويقول لك ايه؟ انا مش قادر ابوت من اي ديفايس، بريس اني كي تو ريبوت. ها وصلت؟ يبقى تاني مرحله هيشوف ايه البوتابل ديفايسز اللي موجوده عندك، وبعد كده يبدا يكمبير الكلام ده بالسيتنج بتاعته ويبدا يرتبهم كاولويات على حسب السيتنج بتاعته. في مشكله في كده؟ طيب كلام جميل. بعد كده الخطوه اللي بعدها ايه اللي هيحصل فيها؟ الخطوة اللي بعدها بسيطة جدا، هيروح يلود حاجة اسمها الـ IPL او الـ Initial Program Loader. ايه الـ IPL ده؟ الـ Initial Program Loader ده كل وظيفته في الحياة هو كود صغير جدا، كود صغير جدا 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 موجود على المكنه بتاعتك على المذر بورد اساسا. كل وظيفه الاي بي ال ده ان هو يحاول يعمل اكسكيوت للحاجه اسمها البوت لودر اللي موجوده عندك. طب ايه البوت لودر ده؟ البوت لودر ده هو عباره عن جزء سوفت وير صغير جدا بيكون موجود عندك على الام بي ار، لو عندك ديسك مثلا وبتبوت منه خلاص بيكون موجود عندك على ها على البوتابل ديفايس بتاعتك فرضا ان هي ديسك. مين اللي بينده على البوت لودر ده عشان يبوت الاوبريتنج سيستم الاي بي ال ده خلاص؟ يبقى البايوس هيروح ينفذ مين؟ الاي بي ال، يقول له اي بي ال روح انده لي على البوتابل ديفايس اللي اسمها ديسك، روح نفذ لي، روح اعمل لي لود للبوت لودر بتاعها. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. الاي بي ال هيروح يعمل ايه؟ هيبدا يعمل لود او ستارت لمين يا عم؟ للبوت لودر بتاعك. طيب بالمناسبه البوت لودر بتاعنا، البوت لودر بتاعنا في اللينكس اسمه ايه؟ جراب خلاص؟
جراب ضغط صار لايه؟ جراب ضغط صار لجراند يونيفايد بوت لودر. فاكر الام بي ار بتاعك لما كنت بقولك الديسك بتاعك هنا صح؟ الام بي ار في الاول اهو، فاكر الام بي ار؟ الام بي ار ده بقى متقسم من جوه الاجزاء. احنا قلنا اول جزء اتكلمنا عنه كان مين يا ريس؟ ها كان البارتيشن تيبل صح؟ طيب الجزء الثاني كان مين؟ البوت لودر. لا يا معلم مش الاينود تيبل، الاينود تيبل ده لوكال للبارتيشن نفسه، انما البوت لودر ده بتاع الديسك كله على بعضه. وقلت لك ان في عندك ايه كمان؟ في عندك حاجه اسمها الماجيك نمبر. خلاص البارتيشن تيبل كنت قلت لك ان مساحته كام؟ 64 بايت. البوت لودر مساحته 446 بايت. الماجيك نمبر كان مساحته كام بايت؟ 2 بايت بس. البوت لودر اهو. يبقى مين اللي هيروح ينفذ البوت لودر في الام بي ار؟ مين اللي هيروح يحاول يبدا البوت لودر بتاعك؟ ها الاي بي ال هيروح يمين، هيروح يحاول يبدا مين هو البوت لودر ده. وصلت؟ يبقى بكل بساطه الموضوع عامل زي سلسله بالظبط. الجهاز بدا، الباور بدات، ها يلا يا عم بايوس شوف لي الهاردوير. الهاردوير تمام خلاص يا بايوس، روح شوف السيتنج بتاعتك مين اللي هيبدا الاول. شاف كل حاجه تمام، يروح رايح للاي بي ال. يا اي بي ال روح نفذ لي البوت لودر من الديفايس، وليكن روح نفذ لي من الديسك، او روح نفذ لي البوت لودر، او شغلي البوت لودر من الاسطوانه، او شغلي البوت لودر من الفلاشه. تمام كده؟ ها وضحت الحكايه دي. طيب البوت لودر بقى بيكون ايه؟ تعال نمسح بقى الكلام ده. البوت لودر يا سيدي بيكون كونفيجرد ان هو يبدا كيرنل، عن هو اللي ينده على الكيرنل خلاص، او هو اللي يبدا الكيرنل، يبدا كده يقول له سلام عليكم اصحى يا عم الكيرنل ابدا اعمل لود. ماشي؟ يبقى البوت لودر الخطوه اللي بعدها ايه؟ الخطوه اللي بعدها ان البوت لودر هيعمل ايه؟ هيلود الكيرنل. ماشي كده تمام؟ بعد كده الكيرنل هيعمل ايه؟ الكيرنل هيعمل ايه؟ هيروح هو يبدا مين؟ هيستارت البروسيس اللي اسمها سيستم دي، او انت لو انت شغال ريل 6 او ريل 5 فما قبل. وصلت؟ طبعا مش عايز اقول لك بقى ان الحته دي بس كده هنقعد نتكلم فيها ساعه قدام، وان الحته دي كمان هنتكلم فيها ساعه قدام. خلاص؟ هنشرحها بالتفصيل الممل. بس باختصار ده اللي بيحصل. سيستم دي اول ما تبدا، ها سيستم دي اول ما هتبدا هيعمل ايه؟ سيستم دي اول ما هتبدا هتعمل ايه؟ هتبدا تنده على بقيه السيرفيس اللي موجوده عندك. خلاص فاكر امبارح لما كنت بقول لك كده بي اس 3؟ فاكر مين اللي نده على المودم مانجر ونتورك مانجر وابلكيشن باج ريبورتنج تول واد ديمون وكرون ومش عارف كروني دي؟ مين نده على كل دول؟ شايف كلهم طالعين ولاد لمين؟ ولاد لمين كلهم؟ سيستم دي صح؟ يبقى مين اللي كان بنده على كل دول؟ حتى الاس اس اتش مين اللي نده عليها؟ سيستم دي. فتقوم سيستم دي بعد كده هي اللي تنده على مين؟ الخطوة الأخيرة خالص إن سيستم دي أو انت برضو تبدأ تمين؟ ها؟
تستارت السيرفيسز او تكول السيرفيسز. تعال امسح دي كده عشان ما عادش عندي مساحه. تبدا تعمل كولز. كول السيرفيس او الديمونز على حسب بقى انت بتسميها ايه. خلاص كده وصلت ماشي. ها حد عنده اي مشكله؟ كلام جميل جدا. طيب تعالي بقى كده تعالى نتكلم على البوت لودر. الحته رقم 5 دي هنتكلم فيها بقى 3 ساعات. الحته رقم 7 دي محتاجين لها كده حبه حلوين، ودي حبه حلوين، ودي برضو حبه حلوين. بس تعالى نتكلم على الحته رقم 5 دي كده، يمكن نخلصها النهارده ان شاء الله، او نحاول نخلصها. مش يعني نحاول 5 و6، تعال نخلص 5 و6 النهارده ماشي. حلو قوي. ممكن امسح الكلام ده ولا حد عايزه؟ ها امسح. لا ايه يعني امسح ولا ما امسحش؟ اخليه. طيب ماشي، هعمل نيو فايل كده. بص لي يا سيدي اللي بعده. النقطة أنا دلوقتي هتكلم على النقطة رقم هتكلم بس عن نقطة رقم 5 كده. هتكلم عن نقطة رقم 5 ماشي. حلو قوي. النقطة رقم 5 دي اللي هي الجزء الخاص بالبوت لودر. عايزك بس تكون فاهم حاجة مهمة جدا. البوت لودر كل وظيفته في الحياة، طبعا البوت لودر بيكون هنا وبيكون جزء من مين؟ من الام بي ار. البوت لودر مساحته كام؟ ها البوت لودر بس اللي هركز عليه النهارده 446 بايت صح؟ ووظيفته ان هو اللي بيلود الكيرنل، هو اللي هيلود الكيرنل. طيب تفتكر ان 446 بايت دي كافيه ان البوت لودر يتخزن فيها؟ تفتكر ان 446 بايت دي كافيه ان البوت لودر يتخزن فيها؟ هقول لك بكل بساطه 446 بايت. ها لو حد فيكم جرب اصلا يشغل اوبونتو او يشغل فيدورا او اي حد من الناس دي، هيلاقي ان البوت لودر اصلا بيكون له باك جراوند والجهاز بيبدا صوره، بيكون في صوره اصلا. مساحه الصوره دي اصلا بتلاقيها 700 كيلو او 800 كيلو، مش بالبايت ده، بالكيلو اصلا. تخيل البوت لودر كله مساحته 446 بايت. شفت المصيبة؟ وملفاته أكبر بكتير جدا من 440 بايت دي. ده أنا بقول لك الصورة بس، ملف الكونفجريشن بتاع البوت لودر بالكيلو هتلاقيه 3 4 كيلو. طب إزاي هيحط الكلام ده؟ إزاي هيحط ملف الكونفجريشن بتاع البوت لودر الكبير ده والبوت لودر أصلا مساحته صغيرة؟ قال لك بس انا البوت لودر ده يا معلم، البوت لودر ده كله على بعضه كده انا هقسمه لجزئين. حاجه هسميها الفيرست ستيج وحاجه هسميها السكند ستيج. خلاص كده. طيب الفيرست ستيج ده هو اللي هيكون حرفيا موجود فين؟ في الام بي ار. طب السكند ستيج، السكند ستيج ده عباره عن ملفات كبيره ومساحتها حجمها كبير. قال لك خلاص خد السكند ستيج دي حطها لي فين؟ على الديسك. خلاص تحديدا هيحطها لك فين؟ هيحطها لك في سلاش بوت. وصلت؟ وصلت الفكره؟ يبقى البوت لودر بتاعتك، البوت لودر بتاعك بالمناسبه دي مش مشكله في البوت لودر، ده قصور في الديزاين بتاع الام بي ار. يعني المهندسين بتوع مايكروسوفت لما فكروا في الام بي ار كانوا اغبياء جدا. خلى مساحه الام بي ار مساحه صغيره جدا جدا جدا. فخلت لي في ريستريكشن وانا شغال، فعشان الناس يحلوا الريستريكشن دي قال لك بس الفيرست ستيج قسم لي البوت لودر ده جزئين. الجزء الاولاني خليه في الام بي ار نفسه ماشي، وكل وظيفه الفيرست ستيج ان هو
ينده على مين؟ على السكند ستيج. وصلت؟ ها واضحه الحكايه دي؟ طيب عايز اقول لك بقى على حاجه كمان، عايز اقول لك على حاجه كمان، لو انت كان عندك مكنه بالمنظر ده، ده الديسك بتاعك، وعندك هنا في الاول الام بي ار اهو، والام بي ار ده في الفيرست ستيج تحديدا، الفيرست ستيج هي اللي موجوده خلاص، وعندك هنا وليكن عندك ريل، وعندك هنا ويندوز، وعندك لا كفايه قوي. عايز اقول لك ان البوت لودر بتاع اللي اسمه جراب ده، البوت لودر بتاع اللي اسمه جراب ده ممكن يبوت ويندوز، ممكن يبوت لينكس، ممكن يبوت تقريبا اي حاجه، ماك، سولاريس. ذكي قوي الجراب ده، بيقدر يفهم ان في اوبريتنج سيستم تاني ويقدر يعمل لود للاثنين مع بعض، يقدر يعمل لود للاثنين مع بعض، ماشي كده تمام. طيب ايه بقى المشكله يا عم، انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ هقول لك ان المشكله بتحصل كالاتي، انت عندك لينكس وعندك ويندوز، هوب دبل كيك الويندوز بتاعك جاله فيروسات، فهتضطر ان انت تعمل ايه؟ ها غالبا بتنزل ويندوز جديد، بتعمل فورمات تنزل ويندوز جديد. طب لما تنزل ويندوز جديد، عارف الويندوز بيعمل ايه؟ الويندوز هيروح رايح للام بي ار ده تحديدا للبوت لودر، او هيروح للفيرست ستيج ديا. ها الويندوز اصلا عنده بوت لودر خاص بيه اسمه ان تي لودر او ان تي ال دي ار، ها ماشي كده. الان تي لودر ده هيروح عامل اوفر رايت لمين؟ للفيرست ستيج خلاص. طيب الان تي لودر ده بيفهم ان كان في لينكس موجود ولا بيعبره؟ فايه اللي هيحصل دلوقتي لو انت عملت رينستول لويندوز، اللينكس موجود والسكند ستيج لسه موجود بالملفات بتاعته، بس ايه اللي حصل فعليا؟ الفيرست ستيج بس هو اللي اتمسح، فما تتهبلش في دماغك وتروح تعمل رينستول بالكامل لللينكس، لا روح اعمل رينستول بس لمين يا عم؟ للفيرست ستيج مره تانية. لما تعمل رينستول للفيرست ستيج بس هيعمل ايه؟ هي اوفر رايت الان دي لودر، ها ويحط الفيرست ستيج، ساعتها الفيرست ستيج هتفهم، هي اوتوماتيك هتفهم ان انت عندك ريل وعندك ويندوز، والاثنين هيرجعوا يشتغلوا تاني زي الفل. يبقى خليك فاكر ان الفيرست ستيج هي اللي موجوده فين؟ في الام بي ار، لكن السكند ستيج بقيت ملفات البوت لودر، بلو في حتى لو باك جراوند، بلو ملف كونفجريشن، كل الكلام ده موجود فين؟ موجود على الديسك. طب موجود فين؟ موجود في سلاش بوت حرفيا، ها يبقى موجود في سلاش بوت خلاص. ايوه يا عم هنعمله، والله هنعمله، انا بفهمك الكونسبت وبعد كده هوريك ازاي تعمل له رينستول، ما تستعجلش على رزقك، انا بفهمك وبعد كده اعمل لك ترابل شوتينج، ازاي اعلمك تعمل ترابل شوتينج ده مسؤوليتي، بس افهم الاول تمام كده. طيب كلام جميل. يبقى دايما دايما دايما، ما هو بكرر اهو المره المليون عشان انا بشوف ناس بتجننوا في دماغهم، واسهل حاجه عنده اعمل رينستول لكل حاجه ويندوز ولينكس، وبقى اقعد ضيع وقتك، ده مش حل على فكره، ده كده واحد بيهرج. اللينكس بيفضل كل حاجه موجوده زي ما هي خلاص، والسكند ستيج ده موجوده زي ما هي. عارف مشكلتك في ايه؟ مشكلتك ان لو انت رحت رايح جاي وانت بتنزل ويندوز قلت له مسح لي الام بي ار كامل، يعني لو جه واحد فوق كده اتهبل في دماغه وراح حذف الام بي ار، ما خلاص بقى حذف الام بي ار، ما هو البارتيشن تيبل كده طار، يعني كده البارتيشن تيبل راح، فما عادش فيه لينكس اصلا. لكن طالما ها نزل على نفس البارتيشن بتاع الويندوز، معناها اللينكس لسه موجود، السكند ستيج لسه موجود، كل حاجه زي ما هي. ساعتها لو عايز تريكفر كل اللي هتعمله رينستول الفيرست ستيج بس، اللي هم اول كام بايت، اول 446 بايت عندك. وصلت؟ ها
حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى كده اوريك السكند ستيج. السكند ستيج عندك قلت لك موجود فين؟ في سلاش بوت. بص لي كده في سلاش بوت هتلاقي عندك فولدر اسمه ايه؟ ها جراب 2. على فكره احنا شغالين في نسخه الجراب رقم 2 دلوقتي بالمناسبه، احنا شغالين في نسخه الجراب رقم 2. فلو جيت اقول له كده ليس سلاش بوت، اه بالمناسبه كمان ls كده سلاش اي تي سي جراب، بص لي كده ملف الكونفيجريشن بتاعك بتاع الجراب، ملف الكونفيجريشن بتاعك بتاع الجراب هتلاقيه موجود في اي تي سي. مش قلت لك قبل كده ان كل ملفات الكونفيجريشن المفروض تكون في اي تي سي صح؟ طب الملف ده خاص بالجراب، الملف ده خاص بالجراب، فبيتعمل له انستول في انهي مكان بالظبط؟ في سلاش بوت جراب 2 اهو. طب ازاي دلوقتي انا هخالف القاعده بتاع السيستم؟ انت عمال تقول لي في قاعده بتقول لك ان اي ملف كونفيجريشن يتحط فين؟ في اي تي سي، وفي نفس الوقت بتقول لي ان ملف الكونفيجريشن المفروض يكون موجود في بوت جراب 2. قال لك بس سيب ملف الكونفيجريشن في مكانه، بس عشان ما خالفش القاعده بتاع السيستم خد سوفت لينك منه. شفت؟ يبقى الملف اللي موجود في اي تي سي ده عباره عن سوفت لينك لمين؟ ها لبوت جراب 2 جراب دوت كونفج. يبقى الملف الاصلي سيبه موجود في بوت، بس خد سوفت لينك منه ها حطه في اي تي سي. يبقى كده ايه؟ يبقى كده ما خالفش القاعده بتاع السيستم او الرول اللي انا بحطها ان كل الكونفيجريشن فايلز تكون موجوده في اي تي سي. وصلت؟ ماشي؟ طيب كلام جميل. حد دلوقتي في مشكله؟ طيب بص لي بقى كده ليس كده ل اي تي سي جراب 2 اسف لبوت جراب 2. بص دي ملفات الجراب اللي موجودة عندك، دي ملفات الكونفيجريشن بتاع الجراب اللي موجود عندك. شايف؟ عايز اقول لك كمان ان انا قلت لك قبل كده دي يو داش اس اتش، بص لي مساحتها قد ايه؟ 8 ميجا. اتاكدت لما كنت بقول لك ان السكند ستيج بتخزن على الديسك؟ يا عم ده الام بي ار كله 512، والله 512 بايت مش كيلو حتى. تفتكر كان ينفع اخزن ال 8 ميجا دول 8 ميجا بايت في 446 بايت؟ ما ينفعش يعني، صح بالمنطق. يبقى اتاكدت ان السكند ستيج موجوده على الديسك، تمام كده، والفيرست ستيج موجوده فين؟ في الام بي ار نفسه. فلما انت عملت رينستول لويندوز راح عمل اوفر رايت لمين؟ للفيرست ستيج بس، مش كل حاجه يعني. طيب كلام جميل جدا ممتاز. طيب ليس كده سلاش بوت جراب 2 جراب دوت كونفج، ده ملف الكونفجريشن بتاع الجراب، ده ملف الكونفجريشن بتاع الجراب. خلاص هنفتحه وهنشوف ايه اللي فيه، مالكش دعوه ايه اللي فيه دلوقتي، لسه هنفتحه. انسى جزء الترابل شوتنج دلوقتي، انسى جزء الترابل شوتنج. طيب خلاص كده، طيب كلام جميل. يبقى كده الجزء بتاع الجراب الحمد لله خلصنا، فهمنا الجزء النظري ده. طيب بالمناسبه تعالى كده افتح الملف تاني. بص لي كده انا قلت لك ان الجراب هو اللي هينده على الكيرنل صح؟ انا قلت لك ان الجراب هو اللي بينده ايه على الكيرنل صح؟ بص كده هتلاقي في عندك كده انتري بتقول للجراب يا عم الجراب انت روح انده على مين؟ شايف؟ عارف ده ايه دول؟ ها عارف ده ايه؟ ده ملف الكيرنل بتاعك. بص كده افتكر اسم الملف ده، شايف اسم الملف ده اهو؟ شايف الاسم ده؟ بص كده ls داش ال سلاش بوت. مين ده يا عم؟ مش ده نفس اسم الملف اللي كان موجود في، مش ده نفس اسم الملف اللي كان موجود كونفيجر
في ملف الكونفيجريشن بتاع الجراب، يبقى اتاكدت مين اللي كان بينده على الكيرنل مش الجراب. ها، يبقى الجراب هو اللي بينده على الكيرنل، خلاص، والجراب كونفيجرد ان هو ينده على كيرنل موجود عندك. طيب كلام جميل، نرجع مره تانية. يبقى احنا كده وصلنا لاني مرحله، ان البوت لودر عمل لود، وعمل لود على مرحلتين، المرحله الاولى اللي هي الفيرست ستيج، بعد كده المرحله الثانيه اللي هي السكند ستيج. بعد كده من السكند ستيج هو كونفيجر ان هو ينده على مين يا سيدي؟ على الكيرنل بتاعك. ها، لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ حد عايز نقف عيد اي جزء؟ ها، حد عايزني اقف عيد اي جزء؟ تمام جدا. الكيرنل بقى، وتعالى نتكلم على الكيرنل بقى كده ايه، ونشوف الكيرنل ده شغال ازاي. خلاص، بص يا سيدي، الكيرنل عندنا في اللينكس، الكيرنل عندنا في اللينكس البوت لودر راح بدأ نفذ الفيرست ستيج ونفذ السكند ستيج، وبدا ينده على الكيرنل. اصحى يا عم الكيرنل، بشغل المكنه دي. الكيرنل هو شغال. الكيرنل بتاعنا في اللينكس مقسوم لجزئين، ملف الكيرنل نفسه، وفي ملف تاني معاه كده اسمه انت رام اف اس. لو انت شغال ريل 6 فما قبل، كنت هتلاقي الملف ده كده اسمه انت ار دي او انيشيال رام درايف. في ريل 7 بقى اسمه انت رام فايل سيستم او انيشيال رام فايل سيستم. هو اصلا ليه الكيرنل اصلا مقسوم لجزئين؟ بص، الديفلوبرز بتاع الكيرنل خلوا الكور نفسه، الكيرنل نفسه، الحاجات الاساسيه فقط في الملف ده. طب امال ده ايه؟ قال لك الموديولز والدرايفرز وكل حاجه تانية انت عايزها عشان الجهاز يبدا. يعني مثلا عايز تاكسس الديسك الفلاني، فانت محتاج درايفر بتاع فايل سيستم اكس اف اسمه اكس اف اس او اسمه زد اف اس او اسمه ان تي اف اس. ها، تحط الدرايفر فين ساعتها؟ حطه في الملف ده. طب انت عايز تاكسس النتورك، ها، يحط الدرايفر هنا ولا يحطه هنا؟ قال لك لا، حطه هنا. طب عايز تاكسس الواي فاي، ها، يحط الدرايفر مع الكيرنل نفسه ولا في الملف ده؟ قال لك لا، هيحطه في الملف ده. طب عندك تيب درايف، عارفين التيبس؟ لو حد فيكم شغال في داتا سنتر، فاحنا بناخد الباك اب على حاجه اسمها تيب. التيب ده كده بيحط كل حاجه، عارف، عامل زي شريط الفيديو كده بس صغير شويه، خلاص. فالتيب، التيب درايفر ده الدرايفر اللي انت عايزه عشان تشغل التيب ديفايس دي، خلاص. الدرايفر ده هتحطه مع الكيرنل نفسه ولا تحطه مع انت رام اف اس؟ لا، حطه في الملف ده. يبقى الملف ده كله وظيفته في الحياه يشيل الموديولز والدرايفرز اللي الكيرنل محتاجها. عارف ده هيسمح لك بايه؟ هيسمح لك ان الفوت برنت بتاع الكيرنل، عارف حاجه بيسموها الميموري فوت برنت، تبقى صغيره جدا. يبقى الكيرنل ده هيستهلك ميموري صغيره جدا، ده رقم واحد. هيسمح لك او هيقول لك ايه؟ هيتيح ليك حاجه كمان. الكيرنل وهو بيلود في الاول محتاج يعمل لود بشكل سريع جدا. تفتكر لما يعمل لود وليكن لخمسة ميجا اسرع، ولا لما يعمل لود لثلاثين ميجا اسرع؟ اعتقد ان ده اسرع، صح؟ ده اسرع، اسرع بكتير جدا، اسرع بكتير جدا جدا يعني، خلاص. طيب هيتيح لك حاجه كمان. تخيل ان انت اتهبلت في دماغك وهوب بتانستول درايفر جديد، رحت انت رايح جايب كده تيب درايف من اتش بي وبتانستول الدرايفر بتاعه، هوب حصل فيل. دلوقتي الكيرنل بتاعك كله كامل بقى كوربتد، ولا الملف ده محتاج تعمله جنريت من اول وجديد؟ وبالمناسبه عندنا ان انت تعمل جنريت الملف ده، تريبيلد الدرايفرز بتاعتك، سهل جدا، سهل جدا، خلاص. في الحاله دي فضل الكيرنل بتاعك ان تاتشد، يعني من الاخر ما
ما حدش لمس الكيرنل ده، ما حدش لعب فيه. حد فيكم جرب قبل كده في ويندوز؟ في ويندوز حد جرب قبل كده يجي انستول الدرايفر بتاع البرينتر مثلا او الدرايفر بتاع كارت الشاشه، هوب راح فيل، فاضطر يعمل انستول للمكنه كامله؟ حد وقع في المشكله دي قبل كده؟ بالذات كارت الشاشه، كان عندي بي سي كده قديم بنتيوم 3 وكان الكارت بتاعه كان اي ام دي، حصل معايا كام مره الحكايه دي، بقى انستول الدرايفر هوب كارت الشاشه ضرب، الدرايفر بتاعه ضرب، جيت ابوت المكنه ما اشتغلش. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان ويندوز الكيرنل بتاعه كله ملف واحد، فحاطط الكيرنل نفسه مع الدرايفرز مع الموديولز مع كل حاجه في ملف واحد، فالملف ده لو ضرب باي باي يا حبيبي مع السلامه، البس بقى انت كده رشقت في الحيط. انما في الحاله دي الكيرنل بتاعك زي ما هو، لكن الدرايفرز هنا، فلما يجي يلود هيلود ده الاول، بعد ما يلود ومزاجه حلو يبدا يشوف انا كنت محتاج من هنا الود الدرايفر الفلاني بس، او الود الدرايفر الفلاني بس، مش هلود كل ده مره واحده. حاجه ثانيه، لو انت وانت بتعمل انستول درايفر وده فيلد، خلاص اعمل جنريت لواحد جديد يا عم. وبالمناسبه ان انت جنريت الملف ده بامر واحد بس، عندنا امر واحد بس، تعمل ريجنريت الملف ده مره ثانيه. موضوع بسيط جدا، بسيط جدا. خلاص كده وصلت؟ ها طيب، كلام جميل. عايزنا اوريك حاجه زي كده؟ بص لي هنا كده، ls/boot-l اهي، بص لي كده، تعال نصغر الشاشه شويه. شايف الكيرنل بتاعك موجود فين؟ ده الكيرنل نفسه، والكيرنل نفسه هيكون بالاسم ده VM Linux اهو. خلاص تعالى كده اوريك بالمساحات بقى. بص الكيرنل نفسه مساحته قد ايه؟ 5 ميجا بس. شايف الدلع؟ طيب شايف الملف اللي انت رام اف اس، انت رام اف اس شايف مساحته كم ميجا؟ شفت؟ ها خدت بالك؟ يبقى كان ايه احسن له؟ يلود ال 35 ميجا مع بعض، ولا يلود ده بس وبعد كده اللي يحتاجه من هنا يبقى يعمل له لود وخلاص على كده؟ لا، اللي بيحتاجه من هنا بيعمل له لود بعد ما يكون عمل لود للكيرنل، عشان كده اللودنج بتاع الكيرنل بتاعك سريع جدا. خلاص وصلت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. عايز اقول لك بقى ان الكيرنل وهو بيلود، الكيرنل وهو بيلود اول حاجه الكيرنل نفسه لما بيحاول ياكسس الفايل سيستم، خلاص بيماونت الروت فايل سيستم بتاعك ريد اونلي بس في الاول، بيحاول يماونت الفايل سيستم بتاعك ريد اونلي بس. عارف ليه؟ حد عارف ليه؟ عشان يتاكد ان الفايل سيستم بتاعك مفيش فيه اي مشكله ولا كوربتد، لان لو عمل ماونت ريد رايت من البدايه، ها والفايل سيستم ده فيه مشكله، عارف ده معناه ايه؟ هيبوظها اكتر. بالظبط كان العربيه بتاعتك الرادياتير بتاعها مش شغال وانت جاي عايز تشغلها بالعافيه، الموتور هينفجر بيها اساسا. نفس النظريه، فلما بيجي ماونت الاول بيحاول الاول يماونت الروت فايل سيستم بتاعك ريد اونلي ويتشيك الفايل سيستم، ها هل في مشكله كده ولا لا؟ والله لو في مشكله هيفيل ان هو يبوت. طب لو ما فيش مشكله هيرجع يعمل ريماونت مره تانية ريد رايت. وضحت؟ وضحت الحكايه دي؟ ها يبقى الكيرنل بتاعك وهو بيبدأ في الأول خالص
مش بيبدأ كده زي الحلوف يحاول يكتب اي داتا على الفايل سيستم وخلاص، لا ده بيكتب الاول ايه، بيحاول قبل ما يكتب بيحاول كده ايه، ها يجس نبض الاول، ها كل حاجة تمام، الفايل سيستم ده مظبوط ولا لا، مظبوط خير وبركة، هيعمل له ريماونت ريد رايت، مش مظبوط هيفيل ويقول لك لا انا في عندي مشكلة. وليه بيعمل كده؟ عشان يتجنب ان هو يكتب على فايل سيستم فيه مشكلة، عشان ما يبوظش الدنيا اكتر ما هي بايظة. خلاص كده؟ في مشكلة؟ طيب كلام جميل. يبقى الكيرنل بتاعك دلوقتي ايه اللي حصل له؟ اول حاجة الكيرنل عمل لود، تاني حاجة الكيرنل بدأ يعمل لود لبعض الدرايفرز من انت رام اف اس، بعد كده الكيرنل بدأ يماونت الفايل سيستم بتاعك ريد اونلي، لقى كل حاجة تمام، بعد كده بدأ يعمل ريماونت ريد رايت، تمام. اول ما يخلص كل الكلام ده هيبدأ الكيرنل ينده على مين يا سيدي؟ ها ينده على سيستم دي، يقول لها يا سيستم دي قومي اصحي فوقي، ابدأي ابدأي اشتغلي. سيستم دي تبدأ تشتغل، تقوم هي اوتوماتيك تبدأ تشغل مين؟ تبدأ تشغل بقية السيرفيسز اللي موجودة عندك على المكنة وترنها كلها كده، المكنة بتاعتك والحمد لله تعتبر اب اند راننج. شفت بقى؟ يبقى كده البوت سيكونس بتاعك تم بالكامل. ها وضحت؟ حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة كده؟ ها خلاص؟ طيب ماشي. كده كفاية جدا النهاردة، كفاية جدا النهاردة. ان شاء الله بكرة هنتكلم عن البوت لودر ككونفيجريشن وكترابل شوتينج. خلاص؟ هنتكلم برضو عن الكيرنل زيه بالظبط، وهبدأ اخش، مش هبدأ، هتكلم على سيستم دي وازاي مانج السيرفيسز عن طريق سيستم دي، ازاي كنترول السيرفيسز عن طريق سيستم دي بكرة ان شاء الله. ماشي؟ ايه الحالات اللي تلجأ فيها تعمل ريستارت للسيرفر؟ ان انت تديسيبل، اسف، تري انيبل السي لينوكس اللي هي كانت ديسيبلد، دي حالة. الحالة التانية ان انت تعمل ابجريد للكيرنل بتاعك، والحالة التانية دي بتاع ابجريد للكيرنل قريبا جدا هتكون ملهاش اي لازمة، لان اتعمل حاجة اسمها الكي باتش او الكيرنل باتش. الكي باتش ده بيسمح لك ان انت تابجريد الكيرنل والمكنة شغالة من غير ما تعمل ريبوت، فيبقى قريبا جدا ان شاء الله. الحالة الوحيدة بس اللي انت محتاج تريبوت الكيرنل فيها او تريبوت السيستم، تشغل الكيرنل الاول وجديد يعني، اقصد ان انت ها السي لينوكس كانت ديسيبل وعايز تعمل لها انيبل، غير كده مش محتاج تعمل ريبوت. خلاص كده؟ طيب ماشي، اعتقد النهارده كافي جدا والحمد لله، خلصنا الجزء النظري الممل، وبكره بقى ايه بدايه البهريز بقى ان شاء الله عندنا. طيب حد عنده اي مشكله قبل ما اختم؟ ها حد عنده اي مشاكل؟ طيب ممتاز، معنا كده مفيش مشاكل الحمد لله. طيب ماشي. طيب اشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.